احتفل في كنيسة رقادي والدة الإله في السلط بصيامة الشماس ميخائيل حداد كاهناً على مذبح الرب بوضع يدي سيادة المطران خريستوفورس عطا الله مطران الأردن للروم الأرثوذكس. شارك في الخدمة الأب خريستوفورس حداد الرئيس الروحي لمدينتي الفحيص والسلط وعدد من الأباء الكهنة والشمامسة وجمع كبير من المؤمنين القادمين من عدة أماكن في المملكة. وفي عظة القداس طالب سيادته الشماس حداد وكافة الكهنة بأن يكونوا خداماً للشعب وأن يتعاملوا مع الناس بمحبة وتواضع وأن يستمروا على الطريق القويم ويتقبلوا النقد البناء حتى لا يهرب الناس من الكنيسة. كما نصحهم بأن يحملوا صليب الكهنوت في كل مجالات الخدمة ولا ينجرفوا لاسترضاء البعض من البشر، ناصحاً المؤمنين بتكثيف صلواتهم لكسب رضا الله. ودائماً بتكون من خلال التواضع وانت ساعي لمعرفة ذاتك وانت غايص ببحر التوبة، علمني يا رب أتوب. هون رح تبلش تدخل بأعماق نفسك بالصلاة وبالأخص بصلاة يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ. هون رح تبلش نفسك أن تكشف ذاتها لك، هون بتصير ذاتك تكشف حالك لإلك حتى تعرف مين أنا وشو عندي أنا. وقتها يا ابني كل ما غصت في ذاتك رح تدرك إنك بدون المسيح حقيقة مش رح تقدر تعمل شيء ولا شيء، لأنك صفر ولأنك تراب. الصفر والتراب ما بقدر يعمل شيء، ولكن بالمسيح هو يحييك. ولكن حتى تعرف ذاتك بالمسيح بدك تموت، بدك تموت كل إشي في داخلك حتى المسيح يحيا. هون يا ابني رح تكشف إليك ذاتك ورح تصير تسعى كل يوم من أجل تقديس ذاتك حتى تتقدس حتى تتكمل. ما تهتم، رح تسبع كثيرين يمدحوك ويرفعوك لسابع سماء، ما تهتم. زي ما رح يرفعوك رح ينزلوك، زي ما رح يحكولك أوشنا رح يحكولك ارفعه ارفعه اسلبه. فبالتالي سمع قلبك ما بيكون للي بيمدحك ولا للي بيذمك. ولكن هون انتبه، وهذا الشيء الثاني اللي بدي احكي لك اياه، تعلم كيف تحب المذمة لما الآخر ينتقدك. حب النقد، كل ما شفت ذاتك إنك بتحب النقد اعرف إنك أنت سائر في طريق التواضع. واعرف كل مرة رح ينتقدك أي مين مكان ورح تزعل تغضب، راجع ذاتك توب واحكي يا رب رجعني لطريق التواضع.